العيد يا حلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عدنا نزله كذا كويس. ايش اسوي يا ابن الحلال؟ تقول خليه يرد في يدك وقول له كل عام تبخل للناس وانا حطه مغطى على وجهي. طب انا قايل لك من اول هنا. لحظه اصبر. خذ انت امسك. يقول مغطى على وجهي. طيب تخرب كذا كويس. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. يلا عاد انت قول. كل عام وانتم بخير وحيا. ورد ورد مغطى على وجهك. مغطى على وجهك. اروح ورا. ارفع فوق. ارفع ارفع ارفع. لا نزل. وش روح يمين. روح يمين يا اخي. انت على وش تبي؟ روح يمين عشان يبان عشان كل الناس شكلك. نزل نزل تحت 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 تحت. حط مو بنت يا فقره. ورد ورد نزله. هذه ايه مو واضح من الحلال. خذه. ايوه يلا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من وانتم بخير على قناه ماسه. نحن واياكم دائما نحبكم ونقدم لكم العيد ولا نقدم لكم العيد. العيد اليوم فرحة وناسة ولازم ننبسط. مو هو بس كذا، احنا في العيد دائما نقدم لكم كل جديد ونقدم بعد الورد. اي ما يضاف ما يضاف. انا اقول لهم كل شيء جديد تقول ورد ما له دخل. جديد جديد. سجع سجع. نقدم كل جديد. جيب شيء على وزنها. كل جديد حقته وفريد ونتمنى لكم عمرا مديد. ونتمنى لكم عمرا مديد. وليس في العيد فحسب بل حتى في يوم جديد. وليس كل من لبس ثوبا جديد فهو سعيد. ولا صح؟ طيب كذا كويس. قدمنا لكم هذه المقدمة محمد الشمراني من فصل. هل تعلم؟ تعلم بعدين. لا نعلمهم وشي. احنا فصل ايه؟ ايه يلا انت يلا قول انت. قدمنا لكم هذا البرنامج نحن محمد الشمراني من فصل رابعة ألف. احنا ألف كلهم دوافير ويضربون. كلهم دشير. وش اللي ايه نبي الناس اللي نص نص. جيم دايما هم اللي خلاص. خلاص طيب. قدمنا لكم هذه المقدمة محمد الشمراني رابعة جيم وعادل انطيري من جيم رابعة. جيم رابعة. الآن مع فقرة هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم عزيزي المشاهد أن اليوم عيد؟ هل تعلم عزيزي المشاهد أن لدينا فقرات كثيرة؟ هل تعلم أن اليوم في سحوبات وفي جوائز؟ هل تعلم أن لدينا مداخلة اليوم من الطراز الثقيل؟ ها هل تعلم أن عندنا أشياء كثيرة؟ هل تعلم أن لدينا العديد من الأناشيد المصرقعية المبسطية المخنفشيرية؟ هل تعلم أني مبسوط أني معك؟ هل تعلم أن الحياة بدونك ما تسوى؟ تسمح لي نزل برد وأجي أسلم عليك؟ لا ما أسمح لك. أطلع فاصل. هلا 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 هلا. هذه هدية لك. والله تسلم. والله يعني لطيف. ارحب. هلا. كل عام وانت بخير. بخير ان شاء الله. عامل صالح. شلونك؟ تقبل منا ومنك يا حبيبي. يلا خلنا نتكي ونسولف. في سوالف كثيرة اليوم. العيد احلى يا حبايب بوجودكم ويا القرايب محلى ليالي العيد معكم بديارنا والفرح.